دكتورة أولجا في موسكو، ماذا تتصورين أو تعتقدين أنه ممكن يحدث في هذا العام الثالث لهذه الحرب، وأننا كذلك أو هذا العام الثالث يأتي بالتزامن طبعا مع ولاية جديدة للرئيس الروسي بوتين؟ لا أعتقد أن روسيا ستغير من منهجها في أوكرانيا وسياساتها الخارجية. روسيا ستستمر في ما تفعله. الاقتصاد الروسي يدعم هذه العمليات، والاقتصاد مرن للغاية مع العقوبات. بغض النظر عن أي مساعدات ستتلقاها أوكرانيا، هذا لا يهم بالنسبة لروسيا. روسيا مرنة وقوية للغاية. يوم أمس كانت هناك انتخابات والنتائج واضحة أن الشعب الروسي يدعم بوتين. هذا يعني أن الشعب الروسي يدعم هذا المنهج وهذا الصراع. الأمر لا يتعلق فقط بأوكرانيا، المناطق التي تنتمي لنا تاريخيا، هو الأمر عن المستقبل الجيوسياسي لروسيا. فروسيا لن تغير من طريقتها ومنهجها. لا يهم ما ستفعله الدول الغربية، روسيا ستفعل المثل لتحقيق ما تريد تحقيقه.